بسم الله الرحمن الرحيم. أريد أن أحدثكم اليوم عن ركازين من ركازات المحاماة. الركاز الأول الحرية، والركاز الثاني الكرامة. هذان الركازان هما جناح تحليق المحامي والمحامية، جناح تحليق المحاماة. من اللحظة الأولى التي يمارس فيها المحامي والمحامية المحاماة يصير حرا مسؤولا عن نفسه، لا رئيس له إلا ضميره، ولا موجه له إلا إحساسه بالأمان. مفيش مهنة مفيهاش رئيس، مفيش وظيفة ملهاش رئيس. المحامي لا رئيس له. أنت حينما تمثل في دعوة لتتحدث حتى ولو كنت مشاركا فيها مع جمهرة من كبار المحامين سنا ومكانة، هذا لا يفقدك حريتك ولا يفقدك رئاستك لنفسك. لست مقيد برئيس، ولست مقيد بتعليمه، بل ولست مقيدا بما يريده المتهم اللي انت موكل عنه. تقديرا لعظمة رسالة المحاماة وقيمة هذه الحرية، تقاطرت أحكام محكمة النقض على أن المحامي وشأنه في وضع خطة الدفاع، وأنه لا يحق لموكله وغير مقبول منه أن يوحي إليه أو يشترط عليه ما الذي به يدافع عنه، سواء كانت الدعوة جنائية أو كانت مدنية وإدارية إلى آخره. قد يحدث أن يكون المتهم منكر للتهمة، ولكن يرى الدفاع أن إنكاره لن يبديه، لأن الأدلة في الدعوة دامغة، وله في هذه الحالة التي يقدرها هو بحريته هو وبمسؤوليته هو وبالأمانة التي يحملها هو خطة الدفاع. من ضمن الشواهد الطريفة التي رويت في إحدى المحاكم العليا أنه كان موكل في الدعوة أستاذنا المرحوم علي منصور، وكان من رجال المحاماة العظام، فطفقت الدائرة في غرفة المدولة تتحدث بماذا يمكن أن يقوله الأستاذ الكبير علي منصور في هذه الدعوة التي أتت فيها الأدلة دامغة قاطعة. شيء واحد ما حسبهوش هو تقدير علي منصور لخطة دفاعه، وإذ بهم وقد تهيأوا لسماع ما استحضروا في نفوسهم حجج الرد عليه سلفا، إذ بعلي منصور يبدأ مرافعته قائلا: عجبي للمتهم، تأتي الأدلة دامغة قاطعة ويصمم على الإنكار، ثم يتحدث عن معنى الإنكار النفسي ليخرج من الزقاق إلى الميدان، ويتحدث عن أسباب الرأفة بما لم يتحدث به أحد قط. كان من نتيجة هذا
أن الحكم بالفعل صدر مخففاً إلى أقصى حدود التخفيف وعلى العكس. ومن أجل هذا حرم استجواب المتهم في مرحلة المحاكمة إلا بموافقة دفاعه، إلا بموافقة محاميه. حتى ولو قبل المتهم أن يستجوب فلا يغنيه ولا يغني المحكمة عن هذا موافقة الدفاع أو المحامي الحاضر معه أو عنه. حرية، حرية نابعة من الأمانة التي يحملها المحامي في رسالته، من الخطورة المعهود بها إليه، وأنه من أجل هذا جعل طائراً محلقاً فوق السحاب ينشد بعقله هو وبعلمه ومعارفه هو ما هو المسلك الذي يجب أن يسير فيه تحقيقاً لغاية الدفاع، لا متقيد لا بحكم محكمة ولا برغبة نيابة ولا حتى برغبة موكل، هو حر. وعشان كده المحامي لا رئيس له. على فكرة نقيب المحامين ليس رئيسا للمحامين، عشان أبقى واضح. يعني لو أنا حضرت مع أي حد من حضراتكم في دعوة وشركاء عن موكل واحد لأصغر واحد سنا الحق في أن يختلف معي كما يشاء. ليه؟ لأنني لا أملك كلمته، هو وحده الذي يملك هذه الكلمة، وهو وحده أمام الله وأمام مسؤولية المحاماة هو المسؤول عنه. هذه عظمة المحاماة. أنا اسمي رئيس مجلس نقابة المحامين، مانيش رئيس المحامين. تاخدوني قدوة ماشي، رمز ماشي، ولكني لست رئيسا للمحامين. هذا هو المعنى الحقيقي للنقابة والنقيب، الحرية. الحرية هي التي جعلت للمحاماة وللمحامي قيمة، لأن المحامي لا يمارسها فقط هذه الحرية في سراي النيابات أو في قاعات المحاكم، وإنما يمارسها أيضاً في الحياة العامة. ومن أجل هذا كان كل زعماء الوطنية من المحامين ومن خريجي كليات الحقوق. بصوا كده في تاريخ مصر باستثناء أحمد عرابي الذي كان لثورته ظروف معينة نشأت من داخل الجيش المصري. سعد زغلول الحقوقي المحامي، مصطفى النحاس الحقوقي المحامي، مصطفى كامل الحقوقي المحامي، محمد فريد الحقوقي المحامي، فؤاد سراج الدين الحقوقي المحامي، أحمد ماهر الحقوقي المحامي، علي ماهر الحقوقي المحامي، أحمد لطفي السيد الحقوقي المحامي المفكر رئيس مجمع اللغة العربية. أينما وليتم ستجد أقطاب الحياة الوطنية وأقطاب الحرية ليس فقط في مصر وإنما أيضاً في العالم برمته هم المحامون. ومن أجل هذا من حوالي 45 رئيس للولايات المتحدة منهم فوق 30 من الحقوقيين المحامين. ليه؟ لأن المحامي والمحامية كتلة من المعرفة والعلم والرجاحة والقدرة على الاستنباط وعلى الإقناع، وفي ذات الوقت يتسلح بالإيه؟ بالحرية. جات له منين الحرية؟ احنا قلنا دواعيها، إنما لماذا هو حر؟ ولماذا كانت المحاماة يمكن أن تقلق الأنظمة الاستبدادية؟ من أجل هذه الحرية. يمكن للنظام الاستبدادي أن يسيطر على الموظف لأنه يتحكم في مرتبه وفي تنقلاته وفي علاواته وفي بدلاته، إنما لا أحد يمكن أن يسيطر على المحامي أو المحامي.
ليه؟ لأن رزقه على الله، رزقه على الله، ليس معلقا في يد أحد، معلق بكفاءته وإخلاصه لعمله وذوبانه في أداء المهمة المقدسة الموكول بها إليه. أينما ولينا ستجدون هذا الملمح واضحا في المحامي والمحامية والمحاماة. ومن أجل هذا كانت المحاماة رسالة عظيمة جدا جدا جدا. الركاز الثاني، ركاز الكرامة. لا بد للمحامي والمحامية أن يكون لكل منهما فائض إحساس بالكرامة، وليس هذا غرورا، وإنما هو من لب المحاماة أن يكون هذا الإحساس جزء من نسيج المحامي والمحامية، الإحساس بالكرامة. هذا الإحساس بالكرامة هو الذي يجعل المحامي والمحامية يذوبان عشقا في أداء رسالة المحاماة، لا يخشون في الحق لومة لائم، ولا يخشون نيابة، ولا يخشون قاضيا، ولا يخشون خصما، ولا يخشون حاكما. المحامي إحساسه بالكرامة يأبى عليه أن يخضع حريته وكرامته لأحد. إحساس المحامي بالكرامة هو الذي يجعله حريصا على أن يقف كريما أمام المحكمة. ومعنى أن يقف كريما أمام المحكمة أن يكون متسلحا بكل ما يتسلح به أصحاب الكرامة، في زيه، في مظهره، في وقفته، في مسلكه، في علمه، في لغته، في دراسته لقضيته. لن يكون للمحامي كرامة إذا لم يكن دارسا لقضيته. سهل على الخصم يبقى احتره، وسهل على القاضي أن يراجعه وأن يستهزئ بدفاعه. وحدثت أحيانا، يعني في إحدى محاكم الجنايات واقعة مشهورة، قضت المحكمة ببراءة المتهم لغير الأسباب التي أبداها الدفاع. طبعا ده تصرف شرير، إنما حدث. واحد حدث. إحساس المحامي بهذه الكرامة هو الذي يجعله لا يتصاغر، يجعله لا يمد يده. يعني أنا أبويا رحمة الله عليه كان نقيب محامين ربع قرن، قال لي في ثلاث حاجات يا ابني لازم تلتزمها: واحد، تدرس قضيتك ولا تخدع القاضي، اجتهد فيما يقبل الاجتهاد إنما فيما يتصل بالمرجعية سواء كانت حكم أو كتاب يجب أن تكون أمينا دقيقا، لأنك إن خسرت ثقة القاضي لن تكتسبها مرة أخرى. رقم اثنين، قال لي إياك والسماسرة. ده رغم الكلام ده فات عليه دلوقتي أكثر من 60 عام، إنما هو السماسرة موجودين من قبل 60 عام كمان. في ناس بتستسهل لأنها بتستطول الطريق على ما تحقق لذاتها الإمكانية والمكانة التي تدعو الناس للتوجه إليه. يوم إيه؟ يسلم دقنه للسماسرة. السمسار ده بيقاسم المحامي في أتعابه. وكم من قصص تصاغر فيها محامون وتقوسموا في أتعابهم مع هؤلاء السماسرة. وكان من تحذير أبي رحمة الله عليه أنك سوف تضطر للتحميل زائد على موكلك علشان تستطيع أن تستخلص ما يأخذه منك السمسار، ثم أنت لا تعرف ماذا يمكن أن يقول السمسار لترويجك لدى الموكل الذي يسعى لاستقطابه. قد يقول له إنه هيخلص مع المحكمة فأساء إليه، قد يقول له إنه بيرشو المحكمة فأساء إليه،
ثم ما الذي يدعوك إلى أن تسلم ذقنك إلى هذا السمسار؟ هو الذي يروج لك، وهو الذي يقتسم معك أتعابك التي تكد فيها بعلمك ومعرفتك وإيه وعقلك وحجتك. قال لي التالتة، قال لي اوعى تاخد جنيه خالي المكتبة، اوعى. يعني جت عليا انا، انت بتتكلم بقالك ساعه يا حسين. طب اسالهم اهو. خلص حالا، انا بهزر معاك يعني. انا على فكره بعرف انا هقف امتى يعني. لا انا، لا ناس كتير بتتكلم ما بتبقاش عارفه تقف امتى. مش بتكلم انا كده، معلش يعني هم دلوقتي على دول ما بيتكلموا. مين اللي كتب دي؟ جاي من بره يعني، باخد عمر من بره يعني. انا بتكلم عن الحريه والكرامه، يبقى انا لا حريه لي ولا كرامه؟ ينفع كده؟ ينفع اساتذه؟ انا هتكلم على كيف المحامي صاحب الكرامه لا يتصارع. قال لي اوعى تاخد جنيه خارج مكتبك، ولا تقبض ولا تمد يدك لتقاضي اتعابك. أتعاب إما تعطى للسكرتارية أو توضع على مكتبك دون أن تمد يدك، لأن المحامي إذا مد يده فرط في كرامته. كرامة هي التي تدعو المحامي والمحامية إلى عدم التصاغر والإحساس بالذات وبالقيمة. وليس كل إحساس بالذات غرور مرفوض، بل هناك من التواضع المفتعل ما هو محل مؤاخذة. ازاي؟ قال فيه عباس العقاد رحمه الله: التواضع نفاق مرذول. ليه او امتى؟ قال: اذا اردت به ان تخفي ما لا يخفى من حسناتك توسلا الى جلب الثناء. عشان يقولوا الله ده متواضعه، الله ده متواضع. يبقى انت بتنكر حاجه واضحه للعيان ويعرفها من تتحدث اليه لمجرد ان تطلب او تفتش على الثناء. الكرامه هي التي تجعل المحامي زعيما وقائدا وقادرا على ان يحمل اعباء اسرته الصغيره واعباء عائلته وأعباء موكليه وأعباء وطنه. أنا نزورا على رغبة سيادة الأمين العام، أنا بس بأوحى إنما بسمع الكلام في الآخر يعني. أنا هنخش على القسم، وأنا زي ما قال لكم أنا مش عاوز القسم ده مجرد ترديد باللسان، لازم يبقى طالع من جوه. وعلى فكرة يعني إحنا كان على أيام أنا بخش لوحدي أحلف اليمين. طبعا ما احناش قادرين نعمل دي لانه احنا دلوقتي بنواجه باعداد كبيره وضيق المكان، والكورونا كمان جت كومت الدنيا زياده. بس انا كل اللي برجوه ان كل واحد مننا يبقى كل كلمه في اليمين طالعه من قلبه، لان هي دي اللي هتخلينا بكره نبقى محامين بحريه وبكرامه. اتفضلوا حضراتكم عشان نردد اليمين. اتفضلوا. جاهزين يا اساتذه؟ جاهزين. اقسم بالله العظيم، تاني، اقسم بالله العظيم، اقسم بالله العظيم ان امارس اعمال المحاماه بالشرف والامانه والاستقلال، وان احافظ على سر مهنه المحاماه وعلى تقاليدها، وأن أحترم الدستور والقانون. خالص التهاني. مبروك. شكرا. ألف مبروك. بسم الله الرحمن الرحيم.
هذا كما قال زميلي الأستاذ حسين الجمال يوم فارق في حياة كل منكم. وقد اعتدت قبل أن نحلف اليمين معا على أن أتحدث ولو بكلمة عن المحاماة توطئة لإجراء القسم وتنبيها لما ينبغي أن يكون في وجداننا من إحساس بعظمة رسالة المحاماة المقبلون عليها. أحد كبار الصحابة وأحد العشرة المبشرين بالجنة وشخصية نادرة في تاريخ الإسلام بل وفي التاريخ كله أبو عبيدة ابن الجراح. نحن نعلم أن المبشرين بالجنة عشرة: الصديق وعمر وعثمان وعلي وسعد بن أبي وقاص والزبير بن العوام وطلحة بن عبيد الله وعبد الرحمن بن عوف وسعيد بن زيد بن نفيل وأبو عبيدة بن الجراح. لعلها الشخصية الوحيدة التي خصصت لها كتاباً هي وأبو ذر الغفاري. لما ألفت الكتاب عن أبي عبيدة سميته كده: عبقرية إنكار الذات، أمين الأمة، أبو عبيدة ابن الجراح. سبب الكتابة أنني عشقت هذا الصحابي بما تميز به من أمانة دعت الرسول عليه الصلاة والسلام بتسميته بأنه أمين الأمة، وقال في الحديث: لكل أمة أمين، وأمين هذه الأمة أبو عبيدة ابن الجراح. وصف كثيرون من الصحابة بأوصاف شتى، ولكن يبقى هذا الوصف علامة في التاريخ. ليه؟ لأن الأمانة كانت في مقدمة المقومات والقيم التي جاء بها الإسلام والتي نطق بها القرآن الحكيم، وقال في آياته الكريمات: إنه قد عرض الأمانة على الأرض والسماوات والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان. وحينما يوصى الصحابة بأنه أمين الأمة يعني هو أمين الأمناء، فهذا وصف عظيم جدا جدا جدا. ودي كلمتي ليكم النهاردة، أن المحامي والمحامية حامل وحاملة أمانة وحامل الأمانة عليه أن يشعر بهذه الأمانة وعليه أن يؤدي هذه الأمانة. وأداء الأمانة ليس كلمة تقال وإنما هو معنى يعيش في وجدان المحامي والمحامية يجعله يذوب عشقا في المحاماة ويذوب عشقا لأداء مهمته أو رسالته، لأنها لا تؤدى لمجرد النطق باللسان وإنما بعمار العقل والقلب واتساع المعلومات ونصاعة الحجة والقدرة على الحديث والإلقاء. كل واحد من حضراتكم من النهاردة حامل أمانة، الأمانة دي في عنق كل واحد مننا. وأذكر من ضمن الأحاديث التي يعني تروى أنه رغم أن أبا ذر الغفاري كان أثيراً لدى المصطفى عليه الصلاة والسلام ألمح إلى أنه يطلب ولاية، فقال له المصطفى صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر، إنها أمانة وإنها يوم القيامة خزي وندامة إلا لمن أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيها، إلا لمن أخذها بحقها
وأدى الذي عليه فيها. ومن ثم على كل واحد منا وكل واحدة منا أن يسأل نفسه من هذه اللحظة ما الذي سوف يقبل عليه ليتسلح لأداء أو القيام بأعباء هذه الأمانة وأدائها على وكيها الصحيح. نطلعنا من كليات الحقوق والمدارس درسين يعني لغة وحساب وفيزياء وكذا كذا كذا، ودخلنا كلية الحقوق درسنا جنائي درسنا دستوري وإداري ومرافعات ومدني وقانون عمل إلى آخره، ولكن كل هذه قشور قشور فائدتها الوحيدة أنها تدل المحامي والمحامية كيف يبحث كيف يبحث. نحن حينما ندرس مثلا القسم العام في القانون الجنائي ندرس على أستاذ، ولكن إلى جوار هذا الأستاذ يوجد أساتذة عظام كتبوا في هذا المضمار. حينما ندرس قانون الإجراءات الجنائية ندرسه على أستاذ، ولكن هناك أساتذة من الراحلين والأحياء أجهادوا من العباقرة الأفزاز في شرح قانون الإجراءات، وهذا ينطبق على كل علم من علوم القانون. بل إن هناك من كتب رسائل بالتراب تختار فرع أو جزئية معينة لتبحث على الواسع. يعني أنا واحد من تلامذة الدكتور محمود مصطفى والدكتور محمود نجيب حسني. الدكتور محمود نجيب حسني رغم أنه أصغر سناً طبعاً من الدكتور محمود مصطفى، الدكتور محمود مصطفى دفع سنة 33 1933، والدكتور محمود نجيب حسني دفع سنة 1948، وهي الدفعة التي تخرج فيها الأستاذ النقيب أحمد الخواجة والدكتور رفعت المحبوب وآخر. محمود نجيب حسني أنا أسميه سنهوري الجنائي، يعني كما نتحدث في القانون المدني فنقول إن عمدة فقهاء القانون المدني هو الأستاذ العلامة الدكتور عبد الرزاق السنهوري. أقول لكم إن عمدة القانون الجنائي في الشرق كله هو الأستاذ الدكتور محمود نجيب حسني. هو شرح القانون الجنائي برمته، ولكن له كتب في جزئيات معينة. يعني حينما تريد أن تبحث في القصد الجنائي، القصد الجنائي هتجده في أي كتاب عام يعني مخصص له 20-30-40 صفحة، وفي القسم الخاص يعني يتبع كل جريمة بعد ذكر الأركان والركن الشرعي والركن المادي لصفحتين ثلاثة في القصد الجنائي فيها. لكن الأستاذ الدكتور محمود نجيب حسني كتب كتاباً رائعاً حصل به على جائزة الدولة عنوانه نظرية القصد الجنائي. من يحب أن يتوسع لابد أن يكون ملماً بما ذخرت به المكتبة القانونية في كل باب، وأن يسعى قدر مستطاع أن ينمي معلوماته في كل يوم في اللغة وفي القانون وفي الثقافة وفي المعرفة بعامة. له كتاب آخر في حجية الحكم الجنائي، له كتب في شرح قانون العقوبات اللبناني والكويتي. قصة قصة. أنا بقول هذه التلميحة أو الإلماحة كيما ندرك إن إحنا بس مهيئين النهاردة إن إحنا نخوض في هذه البحور لنغوص فيها ونستخرج اللي قاله، لأن كل يوم أنت وأنت مطالب ومطالبة بأن تضيف إلى علمك ورصيدك ومخزونك لؤلؤة جديدة. هذه اللآلئ لا تأتي عفوا، وإنما تأتي بالبذل والمجاهدة والسهر والقراءة والالتفات. يعني إيه الالتفات؟ يعني أما أنا ماشي كده وشفت مشهد، المشهد ده ممكن أتعلم منه أشياء. يعني ما هياش زيادة المخزون فقط قاصر على القراءة، لا، قاصر على يمتد أيضا للملاحظة، والملاحظة لا يلتفت إليها إلا صاحب الإيه؟ العقل المتنبه الملتفت، تعدي الملاحظة ده يمسك بها ويستخلصها ويستخطر ما فيها من معاني ومثل وقيم.
أنا لا أبالغ وأنا أتحدث إليكم بهذا، لأن أنا مؤمن إيمان عميق إن كل هذا الكلام هو عدة المحامي الحقيقي محمدي مهنة الحرية والكرامة والعلم والمعرفة والحجة والاستقلال. إنها أمانة، هذه الأمانة سوف نقسم عليها اليمين، لأنها جزء لا يتجزأ من قيامنا برسالة المحاماة. أستأذنكم في أن نؤدي اليمين وقوفاً لو سمحتوا، يعني سأتلو اليمين وترددوه ورائي، مش عاوز توقف سيادتك؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أقسم بالله العظيم أن أمارس أعمال المحاماة بالشرف والأمانة والاستقلال، وأن أحافظ على سر مهنة المحاماة وعلى تقاليدها، وأن أحترم الدستور والقانون. خالص التهاني. شكرا. يلا يا عم انا اختصرت لك اهو يا عم.